السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. ما يحدث من نادي الزمالك وقناة نادي الزمالك فاق كل الحدود. مرتضى منصور زي ما انتم عارفين الشهر الحبس، وعلى ما يبدو انه هيقضي الشهر ده على الهوا في المداخلات على الهوا. يعني في سخرية من احكام القضاء، في استهانة باحكام القضاء، في استهانة بدولة القانون، بيطلع ويتحدى الجميع. لكن الاكبر من ذلك هو محاولة الاستقواء بجماهير نادي الزمالك. بالفعل ده حدث بالأمس من خلال الرابطة اللي هو بعت الصورة للمعدين، وكأن المعدين جهلة. هو المعد بتاع البرنامج بيقول لهم أنا بعت لكم البتاع وطلعوها واعملوها، اللي هي الرابطة دي حاجة. الحاجة التانية المذيع اللي كان موجود في حياة أول أمس اللي هو كريم أبو حسين قال لك المستشار مرتضى منصور خط أحمر. أي مساس بالمستشار مرتضى منصور محدش يحاسب جماهير نادي الزمالك على اللي هتعمله، يعني محدش حاسبها على كانوا بيهددونا بجمهور نادي الزمالك من على قناة نادي الزمالك. النهارده خالد لطيف في البرنامج اللي هو بيقدمه كان في وجود، او يعني بالامس يعني النهارده صباحا، يعني في وجود جمال عبد الحميد ووجود مصطفى يونس. يعني مصطفى يونس بيقول لك انا ما اشتغل في قناه نادي الزمالك عشان انبذ التعصب، انا موجود نادي مش عشان البرادس، لا ده انا موجود لحاجه وطنيه لنبذ التعصب. ومن نبذ التعصب انه يسمع شتائم الخطيب واهانات النادي الاهلي على مسمعه ولا يرد بقى. هو ده نبذ التعصب، جاي في القناه اللي كل برامجها وكل مذيعينها شغاله مكيده وشغالة إثارة للفتنة والتعصب، يقول لك نبذ التعصب. زي ما يكون واحد رايح يولع في النار أو رايح يرمي نفسه في النار ويقول لك أنا رايح في الدفا، أنا رايح أنفخ في الولع علشان أطفيها في نار كبيرة، رايح أنفخ في الولع علشان أطفيها. يا سلام عليك يا قلبك الكبير يا كابتن. المهم خالد لطيف، خلينا في خالد لطيف. خالد لطيف اللي تم اختياره. طبعا خلينا ناخد بالنا من نقطة، في ناس كتير بتتكلم عن عمل خالد لطيف في قناة نادي الزمالك وهو عضو أو أمين صندوق في مجلس إدارة نادي الزمالك. هذا الكلام صحيح يعني، وكذلك جمال عبد الحميد لأنه عضو في مجلس. لكن جمال عبد الحميد إن شاء الله يوم 23 من الشهر الجاي شهر 8 ربما يتم رفض الاستئناف بتاعه على بطلان ترشحه لانتخابات نادي الزمالك من الأساس، وبالتالي يتم عمل انتخابات لنادي الزمالك ده لو اتعملت على منصب الرئيس والنائب وعضو اللي هو عضو جمال عبد الحميد، وربما في حد تاني. فزي ما بقول لحضراتكم قصة عمل خالد لطيف اللي تم اختياره بعناية، زي ما سمعنا أمير وأحمد لما رشحوا الناس واختاروا خالد لطيف ليه، بيشتغل لأنه ماضي عقد بعيدا عن نادي الزمالك، هو شغال في أو ماضي عقد مع الشركة المتاحة للخدمات الإعلامية. لكن لما يشتغل في قناة نادي الزمالك بعد انتقالها زي ما مرتضى منصور قال، والنهارده مرتضى منصور كان موجود في نادي الزمالك وبيقابل ناس وبتاع عادي ولا كأن في حكم ولا كأن في حاجة. لكن خلينا نرجع تاني، خالد لطيف لو اشتغل في قناة نادي الزمالك وهي تابعة لنادي الزمالك زي ما كان عامل شركة الزمالك للإنتاج الإعلامي، فهنا مخالفة واضحة صريحة لجمال عبد الحميد لخالد لطيف لو اشتغل في هذه القناة. طبعا حصلت قبل كده، الكابتن إسماعيل يوسف كان متعاقد مع بيظهر على قناة نادي الزمالك يحلل وفي نفس الوقت عضو مجلس إدارة، لكن خدوها وقتها قال لك والله ده هو متعاقد مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعيدا عن ملهاش علاقة بنادي الزمالك. لكن لو حصل بقى خالد لطيف، هم حاليا متعاقدين مع الخدمات الإعلامية، لما يسلموا القناة بشكل رسمي يبقى عندهم شركة الزمالك التاجر العام، هنا تبقى مخالفة المفروض صريحة يعني. ونتمنى القانون يتطبق يا عم يا سيدي. بقول لك ترشح جمال عبد الحميد باطل، لأنه المفروض يمر على ترشحه، يعني ما يكونش يشتغل في نادي الزمالك ولا اشتغل براتب واجر، لازم يكون مر سنه علشان يترشح. تقدم وتم قبول اوراقه وترشح يا عم الحاج، والناس كانوا مشجعين. فبعد ما نجح مرتضى قال لك بقى انتوا، بيقول لك انتوا مرشح، ده عضو اكتسب صفه جديده ما بقاش مرشح يعني. لكن
استمرارا لاستعداء الدولة والهجوم على الدولة والاستقواء بجماهير نادي الزمالك. خالد لطيف زي ما بقول لحضراتكم بيقول ان مرتضى منصور شعبيته عربية وأفريقية، شعبيته مش بس محلية. وقال خالد لطيف ان في مظاهرة في دمياط لتأييد مرتضى منصور، يعني جمهور نادي الزمالك على حد قول خالد لطيف مش كلامي بيتحدى أحكام القضاء، يعني جمهور نادي الزمالك بناء على كلام خالد لطيف مش كلامي بيتحدوا الدولة المصرية، يعني جمهور نادي الزمالك على حد كلام خالد لطيف مش كلامي بيدوسوا على القانون ولا يهتموا باختار وزارة الداخلية بأنهم يعملوا ده لو كانوا عملوا يعني. لكن أنا بقول لحضراتكم حتى لو ما كانوش عملوا فهي دعوة صريحة من خالد لطيف إنهم زي ما بعض الناس عملوا في دمياط إن الآخرين يعملوا على مستوى الجمهورية. على الجانب الآخر جمال عبد الحميد استغل القصة، نادي الزمالك عنده لاعب اسمه محمد ماجد هاني كان بيلعب منتخب الشباب وكانت حصلت له إصابة وهو عنده 16 أو هو صغير يعني اتصاب عنده 16 سنة تقريبا، فنادي الزمالك ومرتضى وأمير سفروا الولد يعمل عملية في ألمانيا يعني وبقى زي الفل وبيلعب وتصعد فريق الأول نادي الزمالك ولعب مع محمود جابر في منتخب الشباب اللي كان في السعودية. وده موقف جيد الطبيعي للأندية كلها بتعملها مع لاعبيها يعني. فمجدي عبد الغني استغل هذه الأزمة علشان يهاجم النادي الأهلي. مجدي عبد الغني قال لك شوف الزمالك عمل إيه والأهلي عمل معايا إيه، أنا لما اتصبت الأهلي رماني وما رضيش يعالجني وحتى مصطفى يونس شاهد، جاب مصطفى يونس يشهد زي ما بيقولوا كده حراسه الديب على الغانم. فالقصة كل مصر عارفاها. وعايز أقول لك حاجة، مش النادي الأهلي اللي بيرمي حد عشان اتصاب، مش هقول لك اسأل المؤمن زكريا، مش هقول لك اسأل محمد محمود اللي الأهلي صبر عليه 3 سنين وبيعمل رباط صليبي، مش هقول لك حمدي فتحي، ومش هقول لك حسين الشحات، مش هقول لك كم أكرم توفيق، مش هقول لك كريم نيدفيد اللي صبرنا عليه قد إيه، مش هقول لك أسماء كثيرة حدث، هتكلم يعني ناس كانوا قريبين من جيلك يعني. الكابتن شريف عبد المنعم تتفق تختلف حول الرواية اللي عمل فيها حادثة على طريق السويس هو راجع هو وحسام البدري، لكن الأهلي عالج الكابتن شريف عبد المنعم. ليه الكابتن شريف عبد المنعم اتعالج وانت لأ؟ طب أقول لك على الأنكت من كده، النادي الأهلي مشى الكابتن محمد عباس وهو لم يتم إصابته. مع احترامنا من الكابتن محمد عباس اللي هو دلوقتي بيتكلم بكامل احترام عن النادي الأهلي وبيقر وبيعترف إن هو أخطأ يعني. جمال عبد الحميد بيداعب جماهير نادي الزمالك وفي نفس الوقت بيضحك على نفسه، وكلنا عارفين وهو عارف ان سبب رحيله سلوكياته في هذا التوقيت، وهو عارف وبيكذب، وبقول لك بيكذب ان النادي الاهلي هو اللي عالجه والنادي الاهلي هو اللي رجعه اهله، ومع كابتن انور سلام الراجل انكسر راح عمل عمليه في المستشفى تيسير الهواري صرف عليه لحد ما وقف على رجله، راح النادي الاهلي كان واخد قرار خلاص ان مش عايزين وجع دماغ، مش عايزين اللاعب وجع دماغ ليه السهر وبيروح وبيجي وسمعه النادي الاهلي واسم النادي الاهلي ما عندناش حد بيعمل الكلام ده. فانت النهارده ديش كنت تستغله الاهلي، لا تيسير الهواري عالجك وقفت على رجليك ورجعت تاني للنادي الاهلي وتاهلت مع الكابتن انور سلامه لحد ما وقفت على رجلك والاهلي قال لك مع السلامه ما تلزمناش فيها حاجه تانية. انت ايه المطلوب من النادي الاهلي؟ لا ده انا ده رفضه، ده تيسير الهواري. لا تيسير الهواري بيعالجك بمناسبه ايه؟ يعرفك من عيلتك علشان سواد عيونك، ولا تيسير الهواري ده محب للنادي الاهلي وانت لاعب في النادي الاهلي؟ لما وقفت على رجلك وبقيت تمام التمام بقى خلاص ما تلزمناش. نادي فيوتشر تواصل مع نادي الزمالك الاتفاق على بقاء لاعب او حارس مرماه جنش، علشان محتاج جنش علشان يأيدوا خلال المرحلة الفترة القادمة في القائمة الأفريقية. انتوا عارفين طبعا فيوتشر بيشارك في الكونفدرالية مع نادي بيراميدز. كلام كتير بخصوص أفشة ورحيله والعرض المالي ونادي في تركيا وبتاع، من الأساس مفيش حاجة، زي ما بقولها شغل وكلة. وفي حالة أقول لك من الآخر، في حالة غضب كبير على أفشة من جماهير النادي الأهلي، فطلعت الاخبار دي علشان نتمسك بقفشه ونقول زي الفل، قفشه زي الفل وهيمشي تمام التمام، بس لو جبنا له حد يسخنه. فاحنا جمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي مش محتاج شغل المكايده والكلام الاونطه ده. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، واتمنى ان الدوله المصريه تحاسب كل من يتجاوز وكل من يحرض على
الدعم مرتضى، او يا ريته دعم على زي ما بيقولوا كده محاربة القانون على الهجوم للانقلاب على دولة القانون من الآخر. يعني نتمنى، يعني نتمنى، أنا عمري ما شفت واحد بيقول لك في مظاهرة عشان تقاتل في وقت أساسا ده احنا الناس على آخرها، ده احنا الناس على آخرها من الغالب. ده عمرو أديب طالع يقول لك اللي جاي، أنا بقالي 3 أشهر بشوف عمرو أديب وأحمد موسى، كل ما يطلوا أشوفهم على السوشيال ميديا يقولوا لك الأيام اللي جاية صعبة، الأيام يا أخي بشير ولا تنكر، الناس دي أصعب من كده إيه؟ ربنا يكون في عوننا وفي عون الناس. الدم الجاي صعب، هو يقول لك قاعد في مارينا ويسافر اسبانيا ويروح يقول لك الايام اللي جايه صعبه، الايام بص في ورقتك، الايام اللي جايه صعبه، ماليش دعوه باللي بياخده في مارينا واللي بياخده في بتاع. يا عم ارحمونا، قولوا يا رب، ربنا اقسم بالله ربنا بيسترها مع الناس وهتمشي ان شاء الله زي الفل باذن رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.